بيستاشيو ويوسف الأنجلي. What is this? Cow. Bravo, Joe. What is this? Cat. What is this? Lion. Good boy. What is this? Cat. برحب فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تشوفونا عبر شاشة الاو تي في وعبر بروجرام هيلستوك. لا يزال مرض التوحد عم بيواجه غموض بالرغم من البحوث والتطورات اللي قطعت شوط كبير بمرحلة تشخيص التوحد وأعراضه وكيفية دمج الطفل المتوحد مع مجتمعه. التوحد عبارة عن اضطرابات معقدة بنمو الدماغ يلي بتظهر بمرحلة الطفولة، وبتتميز هالاضطرابات بمواجهة الفرد لصعوبات بالتفاعل مع المجتمع والتواصل معه، وبضعف التواصل اللفظي والغير اللفظي، والاهتمامات المتكررة والأنشطة المحدودة. اليوم حلقتنا مميزة طبعاً، رح نحكي عن التوحد. شو هو التوحد؟ شو هي الأسباب يلي بتؤدي للتوحد؟ وهل هو مرض عقلي أو نفسي؟ كيف فينا نكون عم نساعد كل طفل بيعاني من التوحد؟ وكيف فينا ندعم الأهل نفسياً ومعنوياً تيواجهوا كل هالتحديات الصعبة بحياتهم؟ طبعاً كل هالتفاصيل رح تجاوبنا عنها بهالحلقة المميزة الاختصاصية النفسية رولا دو. برحب فيك رولا وأهلا وسهلا فيك. مرسي ريتا. بالبداية رولا، أول شيء شفنا هالفيديو الرائع يلي شفناه طبعاً. نعم. هالفيديو بدنا نشكر شكر كتير كبير لمركز الوطني للتنمية والتأهيل. طبعاً هالمركز كمان كان له مشاركة بمعرض عمل بجلديب 28 الشهر يلي قطع، وهالمعرض طبعاً كل الأطفال شاركوا بهالمعرض بالأشياء الحرفية يلي قدموها. نحن منوجه لهم تحية للمركز ولكل أعضاء المركز ولهالأطفال الحلوين يلي كلهم براءة وطيبة. وطبعاً كمان شكر كتير كبير للطفل جو ولأهله لهالمساهمة الحلوة بهالفيديو. أنا بالبداية رولا أكيد برحب فيك بشاشة الأو تي في، ولكن أهلا وسهلا. اليوم إذا بدك تخبرينا شوي كمان عن المركز، خاصة المركز الوطني للتنمية والتأهيل، كيف تأسس وشو الهدف منه؟ نعم، المركز الوطني للتنمية والتأهيل تأسس سنة 1986
بيهدف هذا المركز لتعزيز دور الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية لتأمين حياة كريمة لهم ومساعدتهم على زيادة الإنتاجية والاستقلالية. المركز عنده ثلاث فروع. الفرع المركز الرئيسي بالسمأنية بضم القسم التأهيلي والعلاجات والعيادات الخارجية. في عنا المركز الفني بالمناصف وفي مدرسة الصعوبات التعلمية كيل ببقعات الشوف. بيتم العمل كمان مع الأهل من خلال جلسات أسرية داعمة وتربية إيجابية وتوعوية خلال أشهر المناسبات، مثل بشهر نيسان كان في التوعية لاضطراب طيف التوحد، كمان هون عمل توعية للأهل وللمفاهيم الخاطئة ولكل هالأمور. نعم. يعني شكر كتير كبير لهالمركز يلي عم يتعاون مع هالأطفال يلي يمكن عندهم صعوبة معينة. اليوم رح نوضحها أكتر بهالحلقة ونحكي أكتر بتفاصيل أكيد. التوحد، شو الأسباب، كيف فينا نتعامل مع هالطفل ومع الأهل خصيصا. ولكن كمان شكر كتير كبير لكل الأعضاء الموجودين، لأنه فعلا كمان التعامل مع طفل يمكن عنده توحد بده دراسة معينة وبده اختصاص معين لحتى يهتم بهالأطفال. اليوم رولا إذا بدنا نعرف المشاهدين أكثر. هلأ إذا في يكون عم بحكي شوي عن الفيديو اللي قطع لجو. أهله لجو كانوا كتير واعيين عن الصعوبات والمشاكل اللي عم بيواجهها جو، ولجأوا للمركز للاستشارة ولتقديم للتقييم لتقييم قدراته. ومن بعد ما تقيم جو تحول لعند دكتور أعصاب أطفال، ومن بعدها أكيد تشخص اضطراب طيف التوحد، ومن بعدها بلش المرحلة العلاجية تبعه، الرحلة العلاجية تبعه، وبعده مستمر فيها. وأكيد الطموح لجو أنه يكون عم يندمج بمدرسة أكيد تحت إشراف اختصاصيين. حلو، أكيد نتمنى له كل التوفيق لجو. بنسمع كثير عن اضطرابات طيف التوحد أو باختصار التوحد، شو تعريفه؟ التوحد معروف كمان باسم اضطراب طيف التوحد، هو حسب الـ DSM-5 أو الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية، هو اضطراب بالنمو العصبي بيتميز بعجز بالتواصل الاجتماعي والتفاعل والأنشطة والمهارات. بيكون أكيد هون المهارات والأنشطة اللي بتليم تفكيره وذهنه، مثل إذا كنا عم نحط له 100 لعبة قدامه بيختار لعبة واحدة هو بحبها وبيرتاح فيها. نعم، هذا هو تعريف التوحد. طيب كتار من الناس بيسألوا على أي عمر بنقدر نكتشف أنه هيدا الطفل عنده توحد؟ عادة بمرحلة الطفولة المبكرة حول عمر 2 لـ3 سنين ممكن نكون عم نلاحظ بعض علامات المبكرة للتوحد بوقت مبكر من عمر 6 لـ12 شهر. ممكن تكون مثل الاتصال البصري المحدود، ما بيكون عم يطلع فينا لمدة فترة زمنية طويلة، أو ممكن يكون الثرثرة، يعني بيحكي حكي كلام منه مفهوم، أو الاستجابات الحسية الغير عادية مثل إذا كنا عم نزكس أو نضحكه ما بيكون عم يتجاوب معنا. بهذه الحالة استشارة الأخصائي كتير مهمة، خصوصا بحال وجود اضطرابات من هذا النوع بالعيلة، لأنه بترتفع إمكانية وجود التوحد بسبب الوراثة. يعني دغري الأم أو البي إذا لاحظوا على الطفل أنه في أي شيء ممكن يكون يمكن ما عم يتجاوب معهم، أو يمكن ما الطريقة اللي عم يحكوا فيها هو التجاوب تبعه عم بتكون كتير منا ملائمة، أكيد لازم دغري يستشيروا الأخصائي. أكيد رح كمان نوضح عند مين بيروحوا لحتى يتشخصوا هالأطفال. كل مرض عادة نحن بنقول أنه السبب الوراثي دايما بيدخل بهيدا الموضوع. إذا بدنا نحكي عن أسباب التوحد، هل كمان العامل الوراثي موجود؟ إذا في حدا بالعيلة عنده توحد، يعني هالعيلة ممكن يكون عندها قلق أنه يصير عندهم بيبي ممكن يكون عنده توحد بس يكبر؟ أكيد تعددت وجهات النظر عند العلماء لتحديد أسباب هذا الاضطراب. ما في بعد سبب واضح لهلأ لهذا الاضطراب، بس من الأسباب اللي حكوا عنها العلماء أكيد في أسباب
اسباب وراثيه مثل ما عم بتقولي، في عنا ممكن يكون في اصابه بالجهاز العصبي خلال الحمل او ما بعد الولاده. خلال الحمل ممكن تكون الام لقطت فيروس معين مثل الهربس او الحصبه الالمانيه وتنقله للجنين وبالتالي يكون عم بياثر عليه، وما بعد الولاده ممكن يكون الطفل عم يتنشا مواد سامه. وبالاضافه للسبب هو كمان عنا الاصابات بالجهاز العصبي المركزي Central Nervous System. نعم، يعني هو لأبرز الأسباب يلي نعم. ممكن ينصاب فيهم الطفل بالتوحد. كيف يتم التشخيص عادة؟ وخاصة أنه الطفل بيكون كتير صغير وصعبة أنه في كتير أشخاص يمكن يكتشفوا بعد وقت معين أنه طفلهم عنده توحد، لأنه كتير صعب التشخيص. عادة كيف يتم التشخيص ومن قبل مين؟ أكيد التشخيص بيكون من قبل أخصائي نفسي أو طبيب نفسي أو دكتور أعصاب أطفال. أغلب الدكاترة بس يجي لعندهم طفل بعمر صغير بيبعتوا له يكون عم بيعمل العلاج تبعه، ومن بعدها يرجع لعندهم ويتشخص. بهذا الحالة إذا كان توحد السمات تبعه ما رح تكون عم تختفي كليا، أما إذا كان التشخيص مغالط للتوحد مثل اضطراب التواصل الاجتماعي هون رح تكون السمات عم تختفي كليا ورح يكون عم يندمج بطريقة أسهل من الأشخاص اللي عندهم توحد. كمان بنسمع كثير رولا انه في انواع من التوحد، يمكن مش كل نوع بيشبه الثاني. اذا اليوم اكثر بدنا نعرف المشاهدين على انواع التوحد، نعم. كم نوع في وشو اللي بيميزهم واحد عن الثاني او كم نوع هن عادة؟ اكيد في عده انواع للتوحد. اهمها عندنا التوحد التقليدي او الكلاسيكي، بيكون عنده تواصل ضعيف وتواصل بصري ضعيف وبيكون عنده تاخر لغوي وبيكون في حركات نمطيه متكرره. عندنا ثاني نوع بيكون اضطراب الطفوله او متلازمه هيلر. هذا النوع الولد بيحكي طبيعي ومهاراته اللغويه والاجتماعيه بتكون كثير منيحه، ومن عمر سنتين لسنتين ونص بيقطع الحكي. عندنا ثالث نوع هو التوحد الغير نمطي، بيبين عنده بس مشاكل اجتماعيه وتواصليه، يعني مشاكل باللغه وبفهم اللغه وبيواجه مشاكل مع اللعب مع الغير. رابع نوع هو أسبرجر، هو بيكون عنده مشاكل تواصل بصري مع الغير وعنده كل سمات التوحد، بس بيكون الطفل هون اكثر ذكي من غيره من باقي الاولاد، بيكون كثير واضح الذكاء عنده. وعندنا اخر نوع هو رد سندروم، هو اضطراب وراثي عصبي وبيجي عند الاناث اكثر من الذكور. يعني في عدة انواع من التوحد بيتم تشخيصهم للطفل، ولكن في شغله واحده بتجمعهم للكل. دايما بنسمع انه كل ولد عنده توحد عنده ذكاء كثير كبير، وفعلا انا متلاقيه باطفال عندهم توحد، بتحسي هالذكاء اللي فيهم. صحيح يمكن ما في تواصل بينه وبينه، ما في هالتواصل الملموس اذا بتحس معهم، ولكن بتحسي في ذكاء، يمكن بتساليهم اسئله معينه، بتحسي بمطرح من المطارح عندهم هالذكاء. ويمكن انتم كمان بتلاحظوا بالمركز كمان قد ايه عم بتشوفوا اطفال عندها توحد، يمكن بتشوفوا مهارات عندهم عند غير اطفال منها موجوده، ولكن اكيد انعدام التواصل يلي هو اكثر اذا بدنا نقول سين بخليكم تحسوا انه هيدا الطفل عنده توحد. اليوم حكينا عن انواع التوحد، ولكن اذا بدنا نفوت اكثر رولا بدرجات التوحد، نعم، كيف فينا نصرف الدرجات وشو بتختلف عن الانواع؟ أكيد في عنا عدة درجات، في عنا ثلاث درجات للتوحد، عنا خفيف، متوسط وشديد. هذا الشيء بينطبق على سمات التوحد، يعني سمات التوحد هي بتكون خفيفة، متوسطة أو شديدة، وبتتفاوت درجات التوحد. هذا الشيء بيأثر على العلاج، كل ما كانت سمات التوحد أخف، كل ما العلاج يكون أسهل وأسرع، والعكس صحيح، كل ما كان السمات تبعه شديدة درجاته قوية، كل ما كان بدنا مجهود أكبر ورح تكون عم تاخد وقت أكتر. ومن هون بتجي طريقة العلاج المختلفة من شخص للتاني، حتى لو نفس التشخيص وحتى لو نفس العمر.
يعني من وراء درجات طبعا. كل درجة حسب درجة التوحد بيتم العلاج لها. أكيد هلأ بسياق الحلقة كمان رح نشوف كيف بيتم علاج طفل التوحد. نسمع كتير عن هالمرض، شو نسبته عالميا، وهل هن الذكور أكثر من الإناث ولا العكس صحيح؟ نعم، حسب منظمة الصحة العالمية ب 2023 النسبة هي 1%، يعني طفل من 100 طفل عنده توحد. وبالنسبة للذكور هن معرضين أكثر لهذا الاضطراب بأربع مرات أكثر مقارنة بالإناث. بالإناث. هل بيعدي؟ أكيد يمكن الأهل بيخافوا بيصيروا يسألوا. طبعا يمكن في كتير أهالي ما بيعرفوا عن موضوع التوحد، ويمكن بيطولوا لحتى يكتشفوه مع الطفل. بيسألوا حالهم هل بيعدي، يمكن خي موجود بقلب العيلة ممكن يعدي خيه إذا هو عنده توحد. يعدي مش بمعنى الانفكسيون، ولكن بيعدي بتصرفاته، بوحدته، يمكن بعدم التواصل مع الآخرين. هل هالشي بيعدي أخواته أو الموجودين بالبيت؟ مثل ما قلت أكيد هو منه انفكسيون، منه وباء، منه مرض، سو هو أكيد التوحد ما بيعدي. التوحد هو اضطراب بالنمو العصبي، وهذا الشيء لحاله بأكد أنه هو ما بيعدي. بس ما فينا نشيل من بالنا أنه الأطفال بالجاردوري أو بالمراكز أو بالمدارس هن بس يكونوا عم بيقلدوا عادة على عمر صغير، وبالتالي الولد بيكون عم يكتسب المعلومات عن طريق التقليد. مثل إذا عنا ولد عنده توحد حطيناه مع مجموعة من الأطفال وصاروا هن يقلدوه، بس يصيروا هنا يقلدوه بيصيروا يقولوا انه صار عنده توحد، بالتالي هون ما بيكون عنده توحد بس بيكونوا عم يكتسبوا منه هذا التقليد، يعني بيكونوا عم بيقلدوه. هون اكيد اذا كان في اي سلوك معين فيه يكون عم يتعدل عند اخصائي. هل له علاج دوائي؟ يعني كل طفل عنده مرض توحد اليوم، لنقول لكل المشاهدين كمان اللي عم بيشوفونا، لانه هالحلقه طبعا فيها رساله انسانيه كثير كبيره، وخاصه نحن بنوجه عن جد تحيه من القلب لكل الاهالي اللي عندهم اطفال في حدا بالعائله عنده توحد، لانه فعلا الاهل بدهم دعم كثير كبير، وخاصه يمكن بيعتبروها مشكله بحياتهم، يمكن بيعتبروها نعمه بحياتهم، ولكن اليوم بدهم دعم. تنفسر اكثر للمشاهدين ونطمن لهم بالهم يمكن من كل النواحي، هل الطفل الموحد يلي بيعاني من التوحد عنده علاج بالدواء؟ يعني ممكن نعطيه دواء بعد فتره من العمر بيصح منه؟ أكيد ما في دواء للتوحد لأنه التوحد منه مرض، بس ببعض الحالات ممكن الطبيب يكون عم يوصف دواء لإدارة الأعراض التوحد. إذا بدك هلأ كمان بنكون عم نحكي عن الأعراض طبعاً. الأعراض القلق مثل الأعراض التوحد مثل القلق، الاكتئاب، فرط الحركة سوري مثل ضبط العدوانية تجاه الذات أو الغير، أكيد هذا الشيء بيكون عم بيصير على يد استشارة الطبيب. يعني للأسف ما له علاج، ولكن له يمكن علاجات حتى تخفف السين كلينيك أو الأعراض اللي ممكن يحسها الطفل اللي عنده توحد. طيب شو هو تأثير التوحد على الأداء اليومي ونوعية الحياة؟ يعني كيف تتغير حياته لهالطفل؟ كيف بيعيش حياته اليومية؟ يعني أنا اليوم يمكن بقعد بتساءل بيني وبين حالي، هالطفل كيف بيعيش حياته اليومية؟ كيف بيوعى؟ كيف بياكل؟ كيف بيتواصل مع أهله؟ إذا بده يفوت على التواليت كيف بيعبر؟ إذا موجوع كيف بيعبر؟ عادة هالحياة اليومية قديه بتتغير على الطفل، وقديه إذا بدك هيك بتعطيه طابع أنه هو لحاله هو وحيد. خبرينا أكثر عن الحياة اليومية عند الطفل اللي بيعاني من التوحد. طبعا بيأثر هذا الشيء على الأداء اليومي للطفل اللي عنده توحد، لأنه طالما في مشاكل تواصل يعني هذا الشيء رح يكون عم بيأثر على تواصله مع أهله، وبالتالي رح يكون عم بيأثر على الاستقلالية
الأساسية وحياته اليومية والمدرسية، ما بيقدر يكون عم بنفذ اللي بنطلبه منه مثل ياكل يغسل اكسترا، وهذا الشيء بينحل باعتماد الأهل للإرشادات اللي بيعطون ياهن المعالجين ومن طريقة التواصل مع الطفل أو طريقة التوجيه إلى آخره. رولا، سؤال هيك من القلب لإلك، قديه بتحسي هالأطفال خاصة بس تكوني بالمركز وبتشوفي كتير أطفال بيعانوا من مرض التوحد، يمكن هنو عم يتنقلوا بالمركز أو عم بيفوتوا على التواليت أو عم ياكلوا، قديه هيك يمكن بس تطلعي فيهم بتلاقي حنية، وانت شو بتحسي بس تكوني حد هالأطفال؟ يعني طفل مميز عن غيره، ما بنحب نقول عنه مرض ولكن مميز عن غيره، قديه بتحسي هيك هالاتاشمون كمان في كتير هيك حنية تجاه هالطفل بديك تساعديه مش عارفة كيف تساعديه؟ خبريني عن هالإكسبيريانس قبل ما نكمل الأسئلة. نعم، أكيد مثل ما حكينا أنه التوحد هو اضطراب منه مرض، اضطراب بالنمو العصبي، وأكيد يعني خصوصا بالمركز الوطني للتنمية والتأهيل كتير بيشتغلوا على الأولاد، كتير يعني بيطوروا الأولاد حتى يعني بكل على كل الأصعدة، يعني علاجات، يعني في عنا علاج نفسي فيزيائي، نفسي حركي، علاج نطق، علاج انشغالي، سو بيشتغلوا علي من كل النواحي، وخاصة كمان المعلمات يعني بالصف بيكون عم يشتغلوا علي، وأكيد بيكون في هيك مثل بتنبسطي يعني بس يكون الولد عم يتطور. تشتاقي لهم بس يتأخروا شوي عليك تشتاقي لهم؟ أكيد أنا بحب لأنه كثير الشغل مع هالولاد. مع هالولاد تحديداً. كتار من المشاهدين اليوم عم يسألوا طيب شو هو علاج التوحد؟ أكيد في عدة علاجات معتمدة، في عنا لتعديل السلوك ولتحسين التفاعل الاجتماعي ولتخفيف من العوارض ومن هيدي العلاجات. عنا أول شيء العلاج عبر تحليل السلوك التطبيقي أو الـ ABA، هو برنامج يستعمل عالميا لتطوير السلوكيات الجيدة وتقليل السلوكيات الغير مرغوب فيها من خلال التعزيز الإيجابي للولد. عنا العلاج الوظيفي أو الانشغالي، هو بيساعد على تطوير مهارات الحياة اليومية ليكون أكثر استقلالية، يعني ما يكون عم يحتاج أي حدا رغم الصعوبات. يعني عنا العلاج النفسي، بيطبق عدة برامج ومنها CBT. CBT هو العلاج المعرفي السلوكي. CBT بيساعد الأشخاص اللي عندهم توحد على إدارة القلق ويخفف السلوكيات السلبية من خلال تعديل طرق التفكير السلبي وتعديل هذه الطرق. عندنا كمان ممكن نعتمد طرق أو برامج بتتناسب مع قدرات الطفل وبتساعده بمحيطه بالمدرسة وين ما كان. منها باكس هو نظام اتصالات تبادل الصور مثل الصور أو الرموز، بيكون عم يستعملها، يعني باكس هو يستخدم للدعم المرئي ليكون الولد لأنه مثل ما عرفنا أنه بيكون عنده تواصل محدود. إذا بدك هلأ كمان بنكون عم نذكر شو العوارض اللي بيواجهها، هون بيكون عم بيساعده باكس ليكون عم بيعبر عن احتياجاته، عم بيعبر عن رغباته، عم بيعبر عن أفكاره. نعم رولا، نحن أكيد رح نكمل الحديث الحلو معك عن التوحد، ولكن هيك رح نرتاح شوي صغيرة وناخد بريك. مشاهدينا رح نتوقف مع أول بريك، انطرونا راجعين. رجعنا معكم مشاهدينا بهالحلقة المميزة يلي عم تتناول موضوع التوحد يلي بهم كتار من المشاهدين. رجعنا لك رولا، أهلا وسهلا فيك عن جديد. فيك. رولا، بدنا نركز شوي أكثر عن العوارض. نعم. أو المؤشرات يلي بتدل إنه هيدا الطفل عنده توحد، يعني خلينا نفوت أكثر. اليوم أم ولدت عم بتراقب الطفل تبعها أو البي كمان عم بيراقب الطفل تبعه، بدنا نشوف شو هن المؤشرات فعلا، لأنه مثل ما قلت لك يمكن التشخيص بياخد أوقات وقت طويل لحتى يتشخص هيدا الطفل أنه عنده توحد. نعم. اليوم كيف تركزي على موضوع العوارض والمؤشرات لحتى الأهل يعرفوا أنه هيدا الطفل ممكن
في شيء مغير عندهم حتى ياخذوه عند اخصائي ويتشخص له انه عنده توحد. سؤال كثير حلو. من العوارض والمؤشرات عندنا ضعف المشاركه والتفاعل الاجتماعي، ما بيكون عم يتفاعل معنا بشكل كثير طبيعي، بتضعف المشاركه عنده. رولا خلينا هون بدي احكي النقطه بنقطه. نعم. اليوم ضعف المشاركه، يعني اليوم انا اذا يمكن طفل عمره 6 شهور عم نجرب مثلا نخليه يسمع صوت ليلحقه، او بالايد اذا حدا عم يلحقه، وهيدا هو ضعف المشاركه، يعني ما عنده كونتاكت بينه وبين الاهل. هيدا هو قصدك ضعف المشاركه؟ ايه 100%. يعني مثل بيكون مش كونتاكت فيزيوال، يعني بيكون مثلا ما بيلعب مع مثل غيره من الاولاد. نعم. من عمره. نعم. ما بيشارك يعني بكل الامور اللي حكيت عنها. نقطه كثير مهمه يلي هي ضعف التواصل البصري، ما بيكون عم يتطلع باهله او بالاشخاص المحيطين فيه. وكمان عنا ما بيكون عم يتطلع، يعني ما بيكون عم يلحق شيء معين القصص، مثل اذا كنا عم نضوي له ليزر على الحيط، ليزر الضوء ما بيكون عم يلحقه بعيونه. عنا كمان انه ما بيكون عم يلعب بشكل طبيعي مثل غيره من الاولاد، مثل الاولاد اللي من عمره، مثل الاولاد البقوي مثلا بيمشوا السيارات، هو ممكن يكون عم بصفهم حد بعضهم بدل ما يمشيهم. يعني هون كمان بنقصد انه الكلمه وقتها تجي توحد، يعني هو يمكن اصحابه عم يلعبوا او حدا بالعيله عم يلعبوا كلهم سوا، هو بغير مطرح قاعد بتجي الكلمه من الوحده، يعني هو بحب انه يكون لحاله كمان، يعني ما يكون في اندماج بالمجتمع او اندماج مع هالاطفال لحتى يلعب لحاله. هيدا قصدي كمان. هلا هو من العوارض انه بيكون مثل ما قلتي مثل عايش بعالمه الخاص، بيكون مثل كانه ما حدا موجود معه، حتى يعني بيكون اذا مرقت امه او حدا بيكون مش كانه، يعني ما بيروح لعندها بيسلم عليها بيغمرها. كمان ممكن انه ممكن يكون عنده ضعف بادراك الانفعالات وعواطف الاخرين، يعني اذا كانت امه عم تبكي مثلا ما بيكون عم بفرجيها انه هو مأثر، او ما بيكون عم ببين لها انه هو مأثر، يعني كانه بوكر فيس، ما بتقدري تعرفي اذا ما بيكون هو عم ببين لها زعلان انفعالات. ايه، واذا حدا مبسوط قدامه او زعلان ما في يكون عم بيشاركك هيدي الفرحه او الزعل، يعني ما في اي رياكشن. هيدا قصدك؟ صح. نعم. كمان بيكون في عنا بيفقد الاحساس الطبيعي بس يلمس الاشياء، او الحراره او الوجع. كيف يعني؟ يعني ممكن يكون اذا حط ايده على شيء سخن يكون ما عم بحس بالسخن، او اذا جرح حاله ما يكون عم بحس بالوجع، والعكس صحيح، ممكن يكون عم الوجع مبالغ فيه. ونفس الشيء لباقي الحواس كمان، مش بس الطفل اللي عنده توحد بيعرف يعبر عن الوجع، بيقول اي موجوع مثل ما قلنا انه ممكن يكون من العوارض عنده، يعني يكون جرح حاله او انوجع او عد حاله ما يكون عم ينوجع. يس. نعم. عم ينوجع. اكيد بيكون في عنا حركات، ممارسه حركات نمطيه متكرره، مثل انه يكون عم يبرم حول نفسه، مثل انه يكون عم بهز يرفرف الاصابع تبعه، يدق راسه بالحيط، يضرب راسه بالحيط، يعني حركات منا متناسقة مع عمره. نعم. أو مع الظرف اللي هو فيه. نعم مزبوط. وممكن كمان كتير يكون عنا اضطرابات بالنوم كمان. نعم. هول هن العوارض. نعم. والمؤشرات، يعني عوارض كتار. هودا من العوارض. يس. من العوارض. يمكن في بعد عوارض تانية ولكن نقدر نكون عم نشوفه. نعم. قديه مهم انه الاهل كمان ينتبهوا على هالمواضيع. واصلا الام. صح. والبي هن اول ناس ممكن ينتبهوا. صح. اذا الطفل عم يتغير سلوكيه او عم يتغير تصرفاته بالبيت، او حتى اذا كان بعده صغير باول سنه من عمره كمان، قديه مثل ما قلنا يعني كثير بيركزوا على البصر كمان، اذا عم يلحق الاشياء، اذا عم يلحق الصوت، عم بيكون في تفاعل، يمكن. صح. اذا عم بيضحكوا عم يضحك ولا 100%. مثل ما قلنا وقت الاكتشاف انه بيكون في عنده
تواصل بصري محدود، ما بيكون عم يطلع فينا بشكل مزبوط، بيكرر الحكي، كل القصص اللي ذكرتيها، الاستجابات الحسية الغير عادية، يعني مثل ما قلت انه ممكن يكون عم نزكسكو او نضحكه وما يكون هو عم يتجاوب معنا. طيب اليوم كمان في كتير أهالي ما عم ياخدوا الأمور بجدية، يمكن إذا عندهم ولد عنده هالاضطراب ما تعالج، وحضرتك حكيتي عن أنواع العلاجات اللي هي كتير مهمة، وبعرف أنه بالمركز عندكم كمان قديه بتشتغلوا على الأشياء اليدوية والحرفية لحتى تنموا مهارات هالطفل. اليوم إذا طفل عنده توحد ما مرق بكل هالعلاجات انترك، شو معقول يصير؟ أكيد إذا ما تم علاجه ممكن تكون عم تتعقد الأمور وتتضاعف المشاكل، مثل أنه ممكن يكون عندنا مشاكل اجتماعية وعاطفية، هن بيلاقي صعوبة بالعلاقات الاجتماعية وبتفسير المشاعر والحياة العاطفية، بتتأثر العلاقات الاجتماعية هون مع الآخرين، لأنه ما رح يكون عم يقدر يفهم الآخر ولا الآخر رح يكون عم يفهمه. كمان عنا صعوبات أكاديمية وصعوبات التعلم، إذا ما تعلم بيصير عنده ضعف بالتحصيل الأكاديمي والعلمي، فهون بيصير عنده صعوبات بالتعلم وبالفهم وبالتفاعل الاجتماعي، بتتأثر علاقته بذاته وبالآخرين نتيجة لضعف الثقة بالنفس. كمان عنا ريتا مخاوف الصحة العقلية، هون إذا ما تعالج التوحد الأشخاص اللي عندهم توحد بيزيد عنا خطر الإصابة بحالات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب والوسواس القهري صح، والسلوكيات المأذية لإله ولا غيره، مثل أنه يكون عم يضرب حاله يضرب غيره بيصير. نعم يمكن بيصير عدوان 100% صح. نعم. ممكن يكون يضرب غيره يضرب حاله أو يجرح حاله حتى، فهون منأكد على أهمية التدخل المبكر وعلى علاج هيدا الاضطراب، علاج اضطراب طيف التوحد، ليكون عم يتطور الفرد وبالتالي تطوير المجتمع. يعني ما لازم ابدا ينترك الطفل يلي عنده توحد لحتى اول شيء ينمي مهاراته، وثاني شيء اكيد ما يصير عنده مضاعفات كمان بالصحه النفسيه، لانه هو ما ذنبه، يمكن التصرفات اللي بيعملها ما في كنترول عليها، مشان هيك ما يصير عدواني كمان مع الاخرين وتتراجع حالته النفسيه، لانه هيدا الشيء كمان بيتعبه لإله وبيتعب كل اللي حواليه وكل الاشخاص اللي عم يهتموا فيه. طيب شو هن العوائق عادة للعلاج؟ ليه الأطفال في أطفال ما بتتعالج؟ شو هن هالعوائق أو هالصعوبات اللي بتخلي الأهل أنه يعالجوا الطفل؟ نعم أكيد عدم التزام الأهل بجلسات العلاجية هو عائق بحد ذاته، لأنه هون ما بيكون أكيد عم يتطور الولد بشكل سريع. عنا الاعتماد بس على الجلسات العلاجية بلا ما يكونوا عم بيطبقوا الأنشطة بالبيت، هيدا الشيء كمان بأخر من تطوره لهذا الولد. إذا صار في شيء أي تأثيرات نفسية أو ضغوطات كمان هالشيء بيؤدي لأنه يأخر التطور تبعه. وأكيد تأثير المجتمع كتير بيأثر، مثل التنمر، مثل الرفض من المجتمع، هذا الشيء كله بيأثر على قدراته على سلوكه، لأنه مثل ما سبق وذكرنا أنه هو عنده مشكلة بالتعبير، فهون رح يكون ما رح يقدر يخبرنا لهو لشو تعرض أو لشو حس. نعم كتير صعبة yes. هالنقطة يلي قلتيها وكتير مهمة، يعني اليوم قديه حلو كل طفل عنده توحد انه يكون عنده اندماج بالمجتمع ويتقبلوا المجتمع مثل ما هو. للأسف يمكن المجتمع اوقات بينبذ هيك اشخاص، ولكن هن اشخاص دايما بيتربوا على انه يقووا اكثر مهاراتهم، يقووا اكثر قدراتهم العقلية لحتى يكون عندهم اندماج كتير كبير بالمجتمع. مشان هيك اليوم يمكن بفكر دايما انه كل هالاهالي اللي ما بيقدروا كمان يعالجوا اطفالهم، لانه بتعرف في رولا كمان الأوضاع الاقتصادية اللي عم بيعيش فيها البلد كمان عم بتأخر هيدا الموضوع. ما تنسي يمكن في عيال اليوم عندها طفل عنده توحد ولكن عندها 3-4 أولاد يمكن بقلب العيلة، فقديه بدها تلحق، وخاصة علاج طفل التوحد عم بيكون غالي على الأهل. مزبوط.
حيلا جلسة ممكن يعملها، بده يتكلف عليها، حتى العناية لإله، المدرسة لإله، كلها بتكلف. إن شاء الله قريبا أكيد بيكون في شي سنتر كتير كبير بلبنان عن جد بيعتنوا بهالأطفال مجانا، وخاصة لكل الأهالي يمكن يلي ما بيقدروا يدعموا أولادهم، لأنه مثل ما ذكرتي حضرتك قديه مهم كمان أنه كل طفل عنده توحد أنه يتابع العلاج تبعه، لأنه هيدا شيء بده يصير في عنا مضاعفات كتير خطيرة على صحته الجسدية والنفسية وعلى صحة النفسية الآخرين كمان. أكيد مزبوط. نعم. كمان بنسمع كتير بين طيف التوحد، وبنسمع كمان بين اضطراب فرط الحركة، الحركة بنسميها يلي الأشخاص أو الولاد يلي هن كتير إيبر أكتيف، والتشتت الانتباه. شو الفرق بيناتهم وشو اللي بيميزهم عن بعضهم؟ هولي التشخيصين هن مختلفين عن بعض، بس اضطراب طيف التوحد لأنه هو منه قادر يكون عم يتواصل مع المحيط ولا قادر يكون عم بيعبر بطريقة صحيحة هو شو زعجه يعني. بالتالي هون رح نكون عم نلاحظ أنه بتزيد الحركة تبعه، بس هذا الشيء بيكون تعبيرا عن هو شو زعجه، ما بيكون هذا الشيء ما بيعني أنه هو تشخيص تاني أو هو مشخص باضطراب فرط الحركة. يعني التشخيصين هن مختلفين عن بعضهم وما قالوا علاقة ببعض. ما قالوا علاقة ببعض، ولكن طبعا كمان كل الأطفال اللي بيعانوا من مشكلة فرط الحركة كمان قديه واحد لازم ينتبه لهم، لأنه كمان بدهم شادو تيتشر، بدهم علاج معين لحتى يتطوروا ويصيروا أكثر مندمجين بالمجتمع وبين البيئة اللي عايشين فيها. هلأ لسوء الحظ أنه الحياة العيال اللي موجودة بقلب البيت، أو إذا أنت كنت مع رفيقتك بالمطعم أو بحي المطرح، كل العالم على السوشيال ميديا، على التليفون، على الآيباد، على اللابتوب. السوشيال ميديا موجودة وما فينا ننكرها طبعا، إلها كتير حسنات ولكن إلها كتير سيئات. إذا بدنا نحكي عن هالأجهزة، التي في، التليفون، الآيباد، كله، هل هالشي بيساهم عند الطفل انه يسبب التوحد، وخاصة انه منشوف كتير اطفال بس يكونوا عم يتفرجوا على حيلا بلاتفورم من السوشيال ميديا، بتلاقيهم لحالهم لانه حابين يحضروا لحالهم هيدا الموفي، هيدا المقطع، قد هيدا الشيء بيساهم انه يبين عند الطفل يصير عنده توحد؟ اكيد هالشيء ما بيكون عم بيسبب اضطراب، بس ممكن انه يكون محفز لتراجع التواصل عند الطفل. بالتالي التواصل هو سمه من سمات التوحد، بس مش هو سبب التوحد. كمان في فكره كثير اساسيه، لما الولد يخلق ونحطه كل الوقت قدام السكرين، كل الوقت قدام التي في، وما نكون عم نتواصل معه بشكل صحيح بطريقه صحيحه، خاصه اذا كان بعمر كثير صغير، ممكن يكون في سمات متشابهه للتوحد. هون رح تبين مع الوقت، يعني رح يكون عم ببطل يتواصل معنا بشكل مزبوط، حيكون عم يعمل انماط قصص متكرره، رح يكون يبطل يتواصل مع الغير حتى بطريقه مزبوطه، بس هذا الشيء ما بيكون توحد فعليا. وطبعا اكيد مثل ما سبق وقلنا انه الاخصائي هو بيكون عم بيشخص. بشخص اكيد، لانه السوشيال ميديا دائما بتلعب دور كمان منه منيح مع الاطفال، ولكن كمان لها حسنات كثير بالتوعيه للاطفال، يمكن بالاشياء الادوكاتيف اللي عم بيشوفوها، الاشياء الجديده كمان، ولكن اكيد لازم كل الاهالي ينتبهوا على هذا الموضوع ويشوفوا كمان اولادهم شو عم يحضروا على الايباد او على الموبايل، يكون في مراقبه حتى ما يوصلوا كمان لمضاعفات نفسيه ممكن تاثر على حياتهم، مش بس التوحد كمان. حكينا بالبداية، وأنا دايما بركز على الأهل، لأن دايما بعتبر أنه إذا كان مريض بالعيلة دايما بتطلع بالحوالي قدي بيتعبوا، قدي حمل هالمشكلة بتكون كتير صعبة، قدي حجم المشكلة على الأهل بتكون إذا عندهم طفل مصاب بالتوحد؟
أكيد هذا الشيء نحن ما فينا نكون عم نقيمه، الأهل هن بيكونوا عم بيقيموا هذا الموضوع، أكيد حسب تقبلهم للحالة أو حسب تعايشهم معه، حسب قد إيه هن بيتقبلوا الموضوع، حسب قد إيه بياخذوا وقت ليكونوا عم ببلشوا العلاج، وقد إيه التوعية حواليهم كمان بتكون عم بتأثر عليهم، وطبعاً بفهم إنه المجتمع بينظر لهالطفل على إنه هو مشكلة لأهله، بس فعلياً التوحد منه مشكلة، هو اضطراب، وبنقدر نكون عم نخفف من عوارضه مثل ما سبق وذكرنا. نعم رولا، أكيد الدعم النفسي كتير مهم للأهل، ولكن نحن هلأ كمان رح نرجع نتوقف مع بريك، ولكن بعد البريك أكيد رح نحكي أكثر عن الدعم النفسي للأهالي يلي عندهم طفل عنده توحد. مشاهدينا رح نتوقف مع بريك، انطرونا ما تروحوا لبعيد، راجعين. رجعنا معكم مشاهدينا بهالفقرة الأخيرة من بروجرام هيلث توك مع رولا دو. رولا رجعنا ليك، إن شاء الله ارتحت شوي. رولا كنا عم نحكي قبل البريك طبعا عن الدعم النفسي للأهالي، ونحن دايما منقول مثل ما قلت لك حيلا مريض بالبيت، نحن دايما منحب ندعم الأهل، لأنه الأهل هن موجودين دايما إذا بدنا نقول بهالمعركة وبهالطريق يلي فيها كتير من التحديات ومن الصعوبات. اليوم هل الأهل كمان أنتم بتنصحون أنه يلتمسوا هيك العلاج النفسي؟ مش غلط واحد يعبر عن الشعور يلي بحسه، مش غلط أنه يقول أنه هو تعبان نفسيا، مش غلط يقول أنه أنا ما قادرة بقى أتحمل. قدي بتتابعوا الأهالي وخاصة إذا عندهم طفل عنده هالمرض؟ أكيد مثل ما قلت أنه مش غلط أبدا يكونوا عم بيتوجهوا عند أخصائي نفسي إذا حسوا حالهم بحاجة لأنهم يفرغوا أو يعبروا عن مشاعرهم، أو إذا حسوا بأي شيء يعني غضب، توتر، استسلام حتى، مش غلط أبدا يكونوا عم بيروحوا عند أخصائي نفسي. وأكيد شو ما بدهم يكونوا عم يسألوه هو رح يكون عم بجاوبهم على كل الأسئلة ويكون عم يرشدهم، وأكيد ما يكونوا عم يسمعوا من كثير. بنسمع هلأ أنه الجارة قالت أنه هو عنده توحد، بياخدوا على تشخيص أشخاص من متخصصين، فهون بنرجع منذكر بأهمية أنه يكون في بس الأخصائي يكون هو عم بيشخص كل الأشخاص اللي سبق وذكرناهم يكونوا هن عم بيشخصوا، مش حدا تاني. الصحة النفسية كتير مهمة، وطبعا شهر التوعية للصحة النفسية كمان بلبنان عم تاخد صدى كتير كبير، لأنه يمكن مع الوقت صار الشخص هيك واعي أكتر على صحته النفسية، أنه هيدا الشيء منه تابو أبدا، منه وصمة عار، لازم الشخص يحكي ويفضفض مثل ما بيقولوا كل شيء بقلبه، لحتى كمان بس تكون صحته النفسية كتير منيحة هالشيء بيعكس على صحته الجسدية طبعا وعلى كل الحوالي. هل يمكن دمج الطفل يلي بيعاني من التوحد بالمدرسة؟ أكيد إذا تابع الطفل بشكل مزبوط بجلسات علاجية منتظمة وتطور بشكل سريع، طبعا هذا الشيء اعتمادا على النوع وعلى درجة التوحد مثل ما سبق وحكينا، ممكن يكون عم يندمج بمدرسة. أكيد هذا الشيء بيصير من يعني الاختصاصيين هن بيكونوا عم بيتابعوا هذا الموضوع، وأكيد حسب قدراته يلي الولد وصل له من بعد العلاج. وإذا وصل الطفل لما حل قادر هو وقابل يكون عم يندمج، أكيد بتم الدمج تحت إشراف الفريق العلاجي والتربوي اللي هو عم بيكون عم بيتابعه. يعني ما فيهم الأهل يدغري يكونوا عم بيدمجوا الولد بالمدرسة من دون الفريق العلاجي يعني الأشخاص اللي حكينا عنهم، لأنه الدمج خطواته كتير كبيرة ولازم نحن أكيد فينا نكون عم نحكي عنهم. سو مثل ما قلت لك أنه دمج خطواته كبيرة ولازم تكون مدروسة من قبل هذا الفريق. الخطوات هي ممكن تكون أول شيء نكون عم ندمج الطفل تدريجيا بالمدرسة، يعني أكيد أول شيء نكون عم ناخده على المدرسة، نعرفه على المدرسة، نعرفه على رفقاته بالصف، نعرفه على الصف اللي هو رح يكون موجود فيه، نعرفه حتى على الأماكن اللي رح يكون هو متواجد فيها.
وشوي شوي نكون عم ندمجه، يعني ما فينا نكون دغري عم نحطه بصف فيه 29 ولد ويتفاجئ، يعني بتصير القصه تدريجيا. صح، يعني ممكن نكون عم نجيبه يعني مع الاولاد، وشوي شوي نصير نزيد عدد الاولاد. ونفس الشيء بالنسبه للوقت، اكيد بيكون عم يحضر بساعات يعني قليله، اول شيء ساعه او ساعتين حسب هو قد ايه قادر يكون عم يستوعب. واكيد شوي شوي تدريجيا بنكون عم نعلي يصير في انخراط له بالمجتمع وبسوق العمل. نعم. واكيد ممكن يكونوا الاختصاصيين عم يطلبوا البروجرام او المنهج اللي عم يعتمد، وممكن اذا احتاجنا تاهيل هذه المناهج بطريقه بتتناسب مع المدرسه ومع قدرات الطالب. نعم. اليوم الانخراط بسوق العمل كمان رح تكون كل الخطوات مثل المدرسة كمان. أكيد يشتغل؟ أكيد طبعا فيه يكون عم يشتغل. إذا تعاون المجتمع بهذا الموضوع أكيد بيقدر يكون عم يشتغل. وإذا تعلم الشخص أكيد مهنة معينة، يعني بالجامعة أو بمعهد معين، بس هذا الشيء بيعتمد كمان على تقبل المجتمع لدمج هذه الأشخاص بسوق العمل. نعم. شو هن أبرز النصائح هيك سريعا للمجتمع وللأهل رولا يلي بتقدمي لهم إياها على صعيد الأطفال اللي بيعانوا من التوحد؟ نعم، أكيد للمجتمع أنه يكونوا عم يتقبلوا الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية بشكل عام، والمشخصين باضطراب طيف التوحد بشكل خاص، واحتضان الأشخاص اللي ذكرناهم سابقا، الأشخاص اللي عندهم توحد وذوي الاحتياجات الإضافية، وما ننظر لإلهم بشفقة، يعني ما نكون عم نشفق عليهم، وما نكون عم بيكون في رفض لإلهم من قبل المجتمع، ما يكونوا عم يرفضون، وما يقولوا لأهلهم كلمات بتأثر على نفسيتهم عليهم نفسيا، يعني مثل شو بقى ابنك لي هيك، ما تخليه يلعب مع أولادي، عم يضرب أولادي، هذا الشيء كله بيكون عم بيأثر على نفسيتهم. نعم، وأكيد ما يكونوا عم يتنمروا عليهم. للأهل أكيد يكونوا عم بيراقبوا أطفالهم من الولادة بشكل دقيق، وبس يكونوا عم بيلاحظوا أي شيء أي عارض يكونوا اكيد دغري عم بيستشيروا طبيب او معالج مثل ما سبق وذكرنا. وبحال ابنهم تشخص او بنتهم باضطراب طيف التوحد، دغري يكونوا عم يلجأوا للتدخل المبكر وللعلاجات. اكيد كمان متابعه العلاجات بشكل منتظم مثل ما بيقول المعالج، يعني يكونوا عم يتبعوا العلاج، ومتابعه الاهداف مع الفريق العلاجي بالبيت. نعم رولا، هلا رح انتقل لشيء كثير حلو، من عالم التوحد لنجم على السوشيال ميديا، قصة نجاح شاب كل الأشخاص أكيد وكل المشاهدين بيعرفوه، هالشاب اللبناني يمكن قطع رحلة طويلة بالأشواك وبالعذاب وبالألم، وتحية كثير كبيرة لأمه فاتن مرعشلة، أكيد مع ابنها محمود حجازي المصاب بالتوحد، ولكن هي اشتغلت كتير على موضوع ابنها لحتى يتطور أكتر ويصير مندمج أكتر بالمجتمع. رح نشوف فيديو كتير مؤثر أنا وياكي والمشاهدين منشوفه سوا. شو حلو حبيبي شو حلو، شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دللو وحياتي ما حدا بقى يزعلو. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر، شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دللو وحياتي ما حدا بقى يزعلو. واسمحوا إذا بتسمحوا، واستحوا ما بقى تجرحوا، لو زعل أنا بصالحوا، حبيبي بالقلب صاير مطرحوا. واسمحوا إذا بتسمحوا، واستحوا ما بقى تجرحوا، لو زعل أنا بصالحوا، حبيبي بالقلب.
قديه حلو هالفيديو وقديه هيك معبر فعلا. تحية كتير كبيرة لهالأم يلي ضحت كتير وتعبت. نعطيها ألف عافية. كرمال ابنها بنعرف قديه المشوار كان كتير صعب، ولكن الأمل بيضل موجود بحياتنا. ولولا فسحة الأمل مثل ما بيقولوا يمكن كتار من الناس بيموتوا على هالدنيا. دايما عنا أمل وعنا أمل ببكرة أفضل. أكيد رولا دو أنا بدي أتشكرك باسمي وباسم الأو تي في على كل المعلومات القيمة اللي زودتينا فيها، ونتمنى لكم كمان النجاح دايما لمركز الوطني للتنمية والتأهيل على كل الجهود اللي عم تقوموا فيها والنشاطات. نحن بنسلم على كل الأشخاص اللي بيشتغلوا بهالمركز، وشكر كتير كبير لك. شكرا كتير على الاستضافة الحلوة. أهلا وسهلا فيك مشاهدينا. هالحلقة المميزة خلصت، ولكن الدرس الحلو بهالحلقة أنه لازم نحب أولادنا مثل ما هن، ما لازم نستحفيهم، ما لازم نخبيهم، بالعكس لازم نفرجيهم للعالم. ولازم نقول أنه التوحد منه مرض ومنه مصب انتعار، مشان هيك لازم كل شخص يفتخر أنه عنده ولد لو عنده توحد، ولكن هيدي نعمة من الله. كتار من الناس بيجهلوا هيدي النعمة وما بيعرفوا قيمة هالنعمة فعلا قدي كبيرة بحياتهم. مشان هيك حبوا ولادكن، احترمون وقدرون وخلون ينخرطوا بالمجتمع بدون ما تستحوا فيهم، لأنه هن فعلا أكبر نعمة. وخاصة كل طفل عنده توحد أنا بوجه له تحية لإله ولأهله، وبقول له منحبكن كتير كتير، لأنه فعلا أنتوا هالأطفال يلي ما فيكن أبدا من الكذب، من النفاق، من الأشياء المنا حلوة بهالحياة. أنتوا كلكن براءة، كلكن حب، وكلكن عطف بهالحياة. مشان هيك الله يحميكن، وإن شاء الله كل أم اليوم عم تحضرنا عندها ابن عنده توحد منقلك يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله يا رب أكيد الأيام الجاية بتحملي كل الأمل وكل الإيمان أنه بكرة بيكون أفضل. أنا أكيد من هلأ لجمعة الجاية بشتاق لكم، ولكن محضرت لكم موضوع جديد مع ضيف جديد وحلقة جديدة. انتروني من هلأ لوقتها. الله معكم.